من هذا المطبخ وتقول الله تستخدمنا عن الناس صعب احنا طوالبنا كثيرة لأنه إزاي نوفر المنهج المطبخ جاد زي أردتهم إزاي نوفر بطريقة مصورة إزاي هتطور على أخيرها فإزاي نوفر تجاري بدأنا في الكلية سواء كان محارب في الكلية أو في المحارب
الأكاديمية، وبعضها في نوع من أنواع الانتر أكشن زي ما هيظهر بعد شوية في مواضيع متنوعة. يعني العمل استمر حوالي 9 شهور لإنتاج النماذج القرارات الجديدة في الطبقات منها. يعني الحاجة زي ما حضرتك قررت الحاجة المفيدة بالنسبة لهم مجهود تفكير فرد وتفكير مصممين رائعين من الحسابات تجد من الانترناشونال ومدير الأبعاد. فهو مش بس المشروع، لا في كمان جزء العمل في المهم التقنية عليه أو فيديو فيه تركيب أحد الأدوات في قسم أمراض النساء. الفيديو صورناه بحيث إنه يبان زي ما حضرتكم شفتوا الدكتور وهو بياخد الإجراء من الخارج ومن الداخل بتقنية عالية. ده برضه في قسم التشريح الدكتور كان بيشرح تشريح القلب كنموذج من المنازل. وفي الحقيقة ده برضه كان من قسم الباثولوجي شرح الجراحة وعينات عامة قسم الباثولوجي في الجراحة العالية. دي بقى فكرة حاجة عالية اللي هي بطولة المنازل في الجراحة العالية طالب لأنه ماسك الجراحة دي، وده جهاز رسمي الإلكتروني أو المنظومة اللي إن شاء الله السنة دي موجود في قاعات الكلية وقدامنا نقرر من خلال المشروع. قررنا 4 أجهزة هي إن شاء الله موجودين في القاعات الثانية في الكلية.